الحديث السادس: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله. ده برضه شوفها بيكرروها بيكرروها، يجيبون في التلفزيون يقول لك توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، مش كده؟ يقول لك الرسول قال كده، فإن جاهي عند الله عظيم. وهذا الحديث لا أصل له. أنت عارف كلمة لا أصل له يعني شنو؟ وممكن ضعيف باطل يكون موجود في بعض الكتب بتاعت الحديث، العلماء بيوروك انه ضعيف موضوع، لكن لا اصل له ده ما موجود اصلا. ما موجود وين؟ في كتب الحديث يا جماعه، البخاري، مسلم، ابو داود، النسائي، الترمذي، مسلم الامام، مسلم كده، معجم الطبراني، الكبير، الصغير، الاوسط، كتب الحديث المعتمد عند المسلم ما في. خليه ضعيف ولا ما في اصلا، ما يخشك الصوفي زي ما بقول الازيري وراه صاوي في البلغه، بلغه بتاع ده ما معتمد، ولا بنعرف الصاوي بتاع زيوت غيره، ما بنعرف، نحن بنعرف كتب المسلمين، ما يغشها. لما يقول لك لا اصل له يعني لا وجود له في كتب المسلمين المعتمده، كتب الحديث يعني السنن والصحاح والمسانيد والمعاجم، ما في الكلام ده، ما في اصلا. وقد نص على ذلك زي النظافه من الايمان، ويوم صومكم ويوم نحركم، دي كلها لا اصل لها. وان الله لا ينظر، دي برضه بيقولها انصار السنه، استووا، ان الله لا ينظر الى صف الاعوج، ما في نظر الله، لا اصل له، ده لا اصل له. نعم. وقد نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه فقال: وهذا الحديث كذب، ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها اهل الحديث. نعم، الكلمه الكلام ده فيه تنبيه يا جماعه. شيخ الاسلام قال بملء الفم، قال لك الحديث ده كذب وما موجود في شيء من كتب المسلمين ابدا، لانه اطلع على الكتب كلها. احيانا انت تناقش لك واحد علماني شيوعي صوفي يقول لك قال رسول الله، وانت ما عارفه قال ولا ما قال، لكن الحديث ده بقى لك غريب، اوعك تتجرأ تقول له لا يوجد، والله يمرق لك الكتاب من الشنطه الا تقوم جاري. ما تقول خلاص ابن تيميه قال عن حديث توسلوا بجاهي ما موجود، يبقى انت اي حديث غريب عليك ما موجود، يمكن موجود لكن ضعيف، موجود لكن مكذوب، موجود لكن صحيح، والمشكله في الفهم. عرفتوا يا جماعه؟ برضه ما تنكر حاجه انت ما عارفها، دي نقطه مهمه جدا بالذات في النقاش والمناظرات وغيرها، ما تنكر حاجه انت ما عارفها. لكن الان احنا بننكر حديث توسلوا بجاهي لانه عندنا شنو؟ عندنا ما نستند عليه، لكن احيانا انت ما عندك ما تستند عليه، وحديث قد يكون في صحيح البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله، لكن المشكله في فهم الحديث. يجيبوا لك العلماني ولا الشيوعي ولا الصوفي ولا الشعبي ولا غيره، وانت تكون ما اطلعت عليه، لكن هو قدر يغشك في الفهم، يلف لك المعنى كده عشان يخدم البدعه بتاعته. الحديث ما بيخدم بدعته، لكن الشاهد انك انت ما سمعت به، اوعك تقول ما في، لانه ان مرق الكتاب يبقى انت الا تشتت بعد، صح ولا ما صح؟ تكون لخبطت الدنيا كلها جدا. ولا ذكره احد من اهل العلم بالحديث، مع ان جاهه عند الله تعالى اعظم من جاه جميع الانبياء والمرسلين. الحديث السابع: قال شيخ الاسلام ابن تيميه، برضه ما تنكر ان الرسول عنده جاه عند الله، لانه جاه النبي عليه الصلاه والسلام اعظم جاه عند الله. صوفيه ما يجننوك بالحديث توسلوا بجاه تقول لهم ما عنده جاه ذات، تكفر طبعا. انت وصاحبك ذاك وتركب وسرج واحد، انت واللي بتناقش ذات، عرفت؟ نعم. فالانبياء عندهم اعظم جاه عند الله، وكان عند الله. نعم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه وهذا زي ده، قال هو عامي طبعا، وفي واحد سلفي قالوا كل ما يتكلم عن التوحيد الصوفيه بيدقوه. فيوم يا اخي شعرته الحميه ساي بس زعلان لزول المسكين ده، قال لهم والله البهبش وانا بدقه قوي ده. قالوا ليه يا اخي ده بينكر الاولياء؟ قال لهم ما في انبياء ذات، بس واحد ياخذ. فالزول ما ينكر ذاك، وما يشيلوا الحميه انه ينكر له حاجه اصلي من اصول الدين، حاجه موجوده.